الأهلي بلقب الدوري 42 يبقى له مكانة خاصة عند الملايين من عشاق القلعة الحمراء. مع الظروف الصعبة التي عاشها الفريق طوال الموسم بسبب توقف المسابقة لما يقرب من 5 أشهر، الأهلي نجح في تحقيق المعادلة الصعبة بانتصارات متتالية وأرقام قياسية، بجانب التتويج باللقب قبل النهاية ب7 مباريات. بالنسبة للاعبين والجهاز الفني للأهلي كانت الفرحة مختلفة، بعض الاطمئنان على اللقب داخل الجزيرة، وأصبح الحلم الأهم لعشاق القلعة الحمراء هو أن تكون مباريات الدوري المتبقية بمثابة فرصة إعداد مناسبة لمباراتي الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أمل حصد اللقب الغائب عن خزائن الجزيرة منذ 2013. في نهاية، كيف يجهز فايلر الأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد التتويج بالدوري من أجل استعادة الأميرة السمراء؟